ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، والنهارده هنعمل جاتو شاتو بس بطريقه مختلفه خالص. هنحتاج فيها حاجه جديده هنزين بيها، يعني هي نفس الطريقه ونفس المقادير بس هنزينها بطريقه مختلفه خالص. هي هنجيب معانا بلالين زي ما احنا شايفين كده، دي بلالين هتبهري بيها اولادك، وكمان يعني الجاتو شاتو كلها حاجات حلوه ومفيده، فيها طبعا لبن وبيض وسكر ودقيق وكاكاو وكده، كل الحاجات دي طبعا حلوه ومفيده. فهنعملها النهارده بطريقه مختلفه زي ما انتم شايفين كده معايا. انا محضره هنا صينيتين كب كيك، الصينيه اللي تحت دي طبعا الصراحه مساحتها يعني شايفين الورقه ما شاء الله داخله لجوه ازاي، ودي طبعا حجمها يعني الورقه مرفوعه لجوه، شايفين دي حجمها عامل ازاي من جوه، ودي حجمها اغوط ازاي، يعني دي اكبر شويه من دي. بس طبعا ورق الكب كيك برضو يعني هحط هنا كميه اكبر من اللي هنا، تمام. المهم يعني دلوقتي بقى نخش في مقاديرها. طبعا احنا عارفين كلنا ان هي تتضرب في الخلاط، لو انت ضربتها على ايدك عادي جدا الموضوع سهل وبسيط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدا مع بعض. انا مجهزه هنا معايا الخلاط، هنبدا فيه، هنحط اللبن، تمام، السكر طبعا لو سكر ناعم تمام، لو انت ما ضربتيش السكر انا حاطه هنا سكر عادي اهو، فانا هضربه ضربه كده مع اللبن بس كده يتضرب معايا في الخلاط، وبعد كده هنزل عليه بالزيت او السمنه، وطبعا هحط عليه برضو الكاكاو الخام. ودلوقتي هضيف بقى كميه السمنه اللي معايا دي، حوالي بالظبط مقدار كوبايه. انا دلوقتي بقى هضيفها على الخلاط هنا معايا، تمام. هنزل بعد كده برضو بقى بالكاكاو الخام معايا، وهضرب طبعا كل دول الاول، وهشيل طبعا كوبايه على جنب اللي هي الصوص اللي هزوق بيه برضو. دلوقتي بعد ما ضفت كده الحاجات دي كلها وضربتها وشلت معايا هنا حوالي مقدار كده كوبايه، يعني نص كوبايه زي ما احنا شايفين، هنزل دلوقتي طبعا معايا بالبيض. البيض هحط عليه رشه ملح زي ما احنا شايفين كده، وهحط هنا طبعا معايا على البيض الفانيليا، وكمان بعد كده طبعا هحط كيس الماي شيف معايا، هحط الكيس كله. وطبعا هنزل بعد كده بالدقيق معايا، دي كوبايه دقيق طبعا كامله. طبعا دلوقتي بقى هديهم ضربه كام ضربه كده جامده لحد ما كله يندمج جوه مع بعضه، وطبعا بعد كده هصبهم في الكاسات الكب كيك مع بعض. دلوقتي بقى خلاص كلهم اتضربوا معايا، وبقى العجين كويس، الخليط بقى كويس جدا. هبدا ده دلوقتي انزل عليه اهو زي ما احنا شايفين هنا كده، الخليط معايا هنا كويس جدا، وانا قلبته كمان جوه في الخلاط كده وشفته لقيت سمكه ما شاء الله حلو. هبدا بقى دلوقتي ان انا احطه جوه. دلوقتي هبدا بس بالصينيه اللي هي الكبيره دي الاول، هنحط فيها الاول كده مع بعض، طبعا ما بملهاش كلها لاخرها يعني، هم يدوب شويه صغيرين، لان طبعا قلت لكم من جوه ان هي مش حجمها مش كبير قوي. شايفين؟ هكملهم بقى دلوقتي كلهم ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي انا خلصت كده الصينيتين دول مع بعض زي ما انتم شايفين كده، عشان ادخلهم طبعا الفرن مع بعض. فاض معايا شويه، جبت العليه العلبه دي طبعا كانت عندي، فحطيت فيها، مفيش للاسف عندي في علب زي دي اللي هي كب كيك، بس للاسف ما كانتش عندي، وسالت عليها في المحل وانا كنت بشتري العلب دي وكده، فقال لي خلصانه، فالراجل انا بتعامل معاه كده يعني. المهم ايه، قلت خلاص هحط الكميه دي في العلبه دي بقى، هي وحظها بقى هشوف هيطلعوا ازاي. بس ده هنتها تحت استراحه سمنه، انا عندي ورق زبده وكده، بس قلت لسه هقطعها بقى على قد المسافه دي وكده قلت راح اعملها بسرعه. فدلوقتي بقى ادخلهم الفرن زي ما احنا شايفين كده، انا دخلت الصينيتين كده الفرن تمام، ومعاهم العلبه برده الصغيره دي، هسيبهم طبعا دلوقتي. انا كنت عامله الفرن على 240، لا كده دلوقتي بقى وطي الحراره هخليها مثلا على 180. انا طبعا بكون مشغله الفرن قبلها بشويه، طالما انت هتعملي كيكه مخبوزات معجنات اي حاجه لازم انت تشغلي الفرن قبلها بشويه.
تمام. دلوقتي بقى هسيبهم في الفرن يقعدوا حوالي مثلا من ربع ساعه لثلث ساعه، وهاجي ابص عليهم. شايفين ما شاء الله كده شكلها في الفرن عامل ازاي؟ هنطلعهم بقى دلوقتي مع بعض. هنطلعهم دلوقتي بقى كده زي ما احنا شايفين مع بعض. حطهم هنا كده عندي على الرخامه. نجيب برضو الثانيه. ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده شكلهم حلو قوي. هستنى طبعا عليهم بقى ما يبردوا، هنبدا بقى نشوف هنعمل ايه بالبلالين. زي ما احنا شايفين كده بجد شكلهم تحفه وشكلهم جميل قوي. تمام، هنستنى بقى، هقفل الفيديو دلوقتي ونكمل بعد كده مع بعض. جيت بقى دلوقتي بقى عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. جيت هنا دلوقتي على نوع الشوكولاته اللي عندي. انا معايا دلوقتي نوعين شوكولاته، دول دلوقتي نوعين الشوكولاته اللي عندي. نوع ابيض اللي هي الشوكولاته دي اسمها جوري، طبعا موجوده في كل المحلات العاديه، السوبر ماركت العاديه خالص موجوده فيها. وكمان اللي هي نوع الشوكولاته دي شوكولاته بيضه، ودي شوكولاته اللي هي الشوكولاته العاديه خالص. تمام، انا دلوقتي عملت ايه؟ جبت هنا معلقه سمنه او زبده او معلقه زيت وحطيتها على النار، وحطيت معاها قطعه الشوكولاته البيضاء. تمام، انت مثلا لو لقيتيها تقيله قوي ممكن تحطي معاها نقطه لبن، ممكن برضو تحطيها في الميكرويف هتلاقيها سحت معاكي. انا عملت دلوقتي صوص الشوكولاته اللي هي الشوكولاته الغامقه دي، شايفينها بقت عامله ازاي؟ حطيتها مع معلقه سمنه، شايفينه كمان سحت معايا خالص اهي. لو لقيتيها تقيله قوي كده وعايزه تخففيها بشويه سمنه او زبده، او طبعا نقطه زيت عندك او نقطه لبن زي ما تحبي. انا كنت حاطه عليها شويه لبن وحطيت شويه زبده. هنا برضو دي الشوكولاته البيضه، هنا سايباها على نارها واطيه خالص لحد ما تسيح معايا. تمام، وحط معاها طبعا دي زبده هتسيح معايا بقى، وهنشوف هنعمل بعد كده ايه مع بعض. جيت هنا طبعا عندي نفخت البلالين زي ما احنا شايفين كده في حجم البرتقانه الصغيره اهي، زي ما احنا شايفين كده كذا واحده اهم. وهنا طبعا ده اللبن اللي انا كنت حاطاه عشان بزود منه لو لقيتها الصوص تقيل وعايزاه يتقل شويه. ودي طبعا صينيه، اي صينيه عندك مثلا، وحطيت عليها دي ورقه زبده. تمام، هبدا دلوقتي هجيب المعلقه وتشوفوني هعمل ايه معايا. انا دلوقتي خففت صوص الشوكولاته ده، كمان شايفين شكله ما شاء الله عامل ازاي، بقى سايب خالص اهو بقى حلو. دلوقتي بقى بمعلقه معايا كده، وهبدا ان انا احط واعمل كده قاعده مثلا كده للبالونه اللي هعملها معايا زي ما احنا شايفين كده. واعمل كمان واحده برضو، طبعا كل ده على ورق الزبده كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى كده هاجي على البالونه، شايفين هحب ابدا كده ان انا اغطس البالونه في صوص الشوكولاته. هي طبعا شايفين اول طبقه بتبقى خفيفه جدا جدا، وطبعا بينزل منها الصوص. بعد كده برضو هستنى واعمل كل شويه كده، يعني المفروض اعمل منها طبقه او اتنين لحد ما تتقل معايا خالص وتبقى الطبقه سميكه. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين كده انا عملت اللي هو الشوكولاته البيضه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هجيب دبوس، جبت معايا كده دبوس، وهبدا بقى كده انا اخرم البالونه كده. شايفين البالونه فرقعت ونزلت من نفسها، وبقى معايا الكيس ازاي، شايفين ما شاء الله اهي، شايفين دخلت جوه ازاي، وبقى معايا الكيس ذات نفسه. ودلوقتي بقى كده هنكمل مع بعض. شايفين انا عملت طبعا هنا دلوقتي البالونه الاولانيه اهي، طلعت من نفسها معايا، ولا حطيتها في الثلاجه ولا عملت اي حاجه خالص، لان طبعا الجو ساقع اليومين دول فهتجمد مع نفسها. هنا برضو بسم الله الرحمن الرحيم اهي الثانيه، طبعا لو الطبقه الخفيفه بتاعت الشوكولاته اللي فوق دي، شايفين اهي، شايفين عملت معايا الكاس ازاي والبالونه بتدخل لجوه. على الرغم طبعا صوص الشوكولاته ما ظبطش معايا قوي، بس عامه الفكره طبعا وصلت اهي. شايفين ما شاء الله حلوه ازاي اهي، ومن جوه كمان شلت البالونه، ودي كمان عملي كمان قدامكم خالص اهي، شايفين البالونه كده فرقعت جوه اهي خلاص بالدبوس. فدلوقتي بقى هنبدا نشيلها، هي اسامي نفسها بتقع كمان مش محتاجه حاجه يعني اهي. طلعت معايا، انا حبيت طبعا اعمل معاكم اللي هي الشوكولاته البيضه دي عشان طبعا انا عامله الجاتوشه تو، عامله ايه
لونها طبعا غامق وكده، فعايزاها تبقى حلوه معايا. دلوقتي بقى هشيل كام واحده من دول كده، هشيل منها ورق الكب كيك ده، كده ممكن طبعا تقطعيها وتاخدي اللي هي الفتافيت يعني تحطيها جوه. انا دلوقتي هعمل برضو كذا حاجه بقى مع بعض، هنعمل دلوقتي مع بعض كذا حاجه وكذا شكل. انا هجيب دول كده بقى زي ما احنا شايفين، واحط جواها اللي هي الكب كيك دي، وزي ما احنا شايفين كده جبت كمان هنا معايا رمان وفراوله وزوقتها كده بيها من جوه زي ما احنا شايفين. بقيت كاسات بجد تحفه جدا، طبعا تقدري تحطي فيها برضو ايس كريم لو احنا في الصيف او كده. وهنا برضو اهو ده الكاس التاني، طبعا الكاس التاني اتكسر معايا وانا بمسكه بس عامه والله العظيم فكره حلوه قوي اهو، لان هو كمان الكاس يعني كبير زي ما احنا شايفين كده، بقى واضح معايا اكتر اهو، لان انا كنت مكبره البالونه. انت عايز تعملي البالونه تبقى المفروض في الحجم الصغير، يعني اقصى حاجه حجم البرتقاله زي ما انتم شايفين كده اهو. بجد شكلها شيك جدا وحلوه قوي، وفكره حلوه جدا عشان الاطفال زي ما احنا شايفين كده. انا شفت طبعا برضو الفيديو ده في قناه اجنبيه وعجبني جدا جدا، وفكرت ان انا اعمله معاكم. اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.